رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تبارك وتعالى. ونحن نستقبل شهر رمضان، شهر مبارك، شهر أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن الكريم لقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، دين الفطرة، دين الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فنحمد الله تبارك وتعالى إننا مسلمون، ونحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الذي يصوم فيه الناس فريضة لله تبارك وتعالى. إننا في هذه الأيام ونحن نستقبل رمضان، نستقبل هذا الشهر الذي فيه فريضة من فرائض الإسلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إننا ونحن نستقبل هذا الشهر فرحين مسرورون على أن يبلغنا صيامه وقيامه ويبلغنا فيه من الأعمال الصالحات الكثيرات، منها تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى والتدبر في آياته، ومنها الصدقات الكثيرة، ومنها الأعمال الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة الأقارب والأرحام. إن هذا الشهر شهر الخيرات، شهر المباركات، فلذلك علينا أن نستعد لهذا الشهر ونجعل لنا برنامجا حافلا بطاعة الله تبارك وتعالى حتى يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. فهذا شهر يغفر الله تبارك وتعالى فيه للعباد بهذه الفريضة العظيمة. رمضان مكفر للذنوب، كما أن الصلوات مكفرة للذنوب، كما أن الاستغفار مكفر للذنوب، كذلك الصيام. ففرصتنا إذا صمنا هذا الشهر وقمنا هذا الشهر وتصدقنا في هذا الشهر وقرأنا القرآن في هذا الشهر، إذن نحن فرحون مسرورون بطاعة الله تبارك وتعالى. نوحد الله تبارك وتعالى في أفعالنا: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله تبارك وتعالى على هذه الطاعة التي فرضها علينا جلت قدرته، ونستن بسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية عليه الصلاة والسلام. تركنا صلى الله عليه وسلم وقد بين لنا كل شيء، الصغيرة والكبيرة، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام.
فالحمد لله تبارك وتعالى على فضله، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه في رحاب هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يتقبل منا الصيام والقيام، مستقبلين هذا الشهر بكل حفاوة وبكل محبة وبكل ارتياح، وأن يشرح صدورنا للإسلام ويشرح صدورنا للإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في رحاب رمضان.